ده طبعا المدخل بتاع العمارة، عارف انت المدخل طبعا، ماشي. ادي المدخل اهو ماشي كده، ودي المواتير كلها هتلاقي معظم يعني في شقق، كل شقة ليها موتور، وفي كام شقة على موتور والقصة دي. وادي هنا دوت الاسانسير ماشي، وهنا مسجل اهوت ماشي. ادي الاسانسير اهو، ده اللوحة بتاعت الكهرباء بتاعت السلم والاسانسير. نطلع كده وادي السلم. ادي هنا ده معمول ايه، شبك كده امان يعني اكتر ماشي اهو. وادي اهو، ادي بص اهو اول ما دخلنا اهو ماشي. ادي ده كل شقه ليها عداد خاص بيها، اللي هو العداد ابو كارت ماشي. ادي شقه، شقه ثانيه هي اللي بص نفس الشقه بتاعت انا، واخد بالك. بص كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اول ما بنخش من الشقه اهو، ادي اهو كده ايه، دخلنا من باب الشقه تمام، ردينا الباب اهو، المدخل اهو بره اهو، المدخل اهو نرد كده اهو تمام. ادي الصاله بتاعتنا اهي، الصاله بالصلاه على النبي يعني، بص فيها ايه، ممكن تقول كده بتاع 5 في 6 مثلا، 30 متر تقريبا. وادي على يمينك هنا مطبخ، مطبخ كده يعني اهوت مثلا، ممكن تقول ايه، ادي خطوه 2 3 مثلا، 3 متر في حوالي، ادي متر في 2 متر مثلا. لو على الحسابات دي اقيسها لك عندي فوق بالظبط عامله كام اجيبها لك يعني عادي. ادي هنا شباك طبعا، انت ايه هنا دوت ده ارضيه صب كده ماشي. طبعا تركب هنا بقى ايه، ده الشباك بتاع اوضه النوم، تركب بقى حديد على الحاجات ديت، شويه فينش في الكهرباء كده بقى. بس خلي بالك برضه دي الحاجات الصغيره دي بتجمع فلوس. وادي الشبابيك بتاعتها طبعا، عايزه لمبه هنا بقى اضاءه اهي. دي اوضه كبيره، دي الاوضه اللي بتاعت اللي انا عاملها اوضه نوم. ادي متر 2 3 4، مش عارف الاوضه دي 4 في 4 تقريبا. طبعا انت هتركب بقى الشبابيك حديد وكلام من دوت، المونتان اهوت يعني المونتان خفيف بس شغال يعني، عايز انت تشيله وتحط على المونتان قوي ماشي شغال. وادي الصاله، هي بالصاله على النبي، ده الشباك، المنور برضه هنا كده ايه، عايز يتنضف بصراحه ويتروق. شويه المصير بقى بتوع الناس، في هنا تحتيك مخزن تقريبا اهو. المنور ده انا مشترك فيه معاك برضه اهو، شوف بلط بقى ممكن وكلام من ده يعني اهوت. طبعا مفيش كرانيش ولا في اي حاجه، الحاجات اللي انت عايز تعملها انت بقى تعملها اهيت تمام. احنا كل ده في الصاله، ندخل بقى على الطرقه، ادي الطرقه اهي ماشي. في اوضه على اليمين اهي، واوضه اهي، وادي الحمام اهو. ادي الاوضه اللي على اليمين اهي، نيجي نخش كده بسم الله، اوضه ام بلكونه ادي هي الاوضه اهي، الصلاه على النبي يعني. الاوضه دي تقريبا مش عارف 6 متر 3 متر كده متهيألي، او 3 وحاجه مش متذكر بالظبط، بس اقيسها لك. في هنا حته كده زي الحته دي لفه شويه، بص هتبان لك في الارض، في لفه كده مش فيها كيرف كده، زي كانها غلطه كده يعني، دي زي غلطه بصراحه مش عدله كده، واخد بالك، بس غلطه كده ماشي. هذه الارضيه اللي يعني الشقه كلها سيراميك، انا ازاي ما صورتش الشقه سيراميك؟ سيراميك اللي هو الشكل ده، واخد بالك، سيراميك اللي هو الشكل ده، وكله الشقه كلها سيراميك الشكل ده، وهنا شكل مختلف. في هنا شويه رطوبه كده، في هنا رطوبه كده مش عارف من ايه بصراحه، وده ديكور، ديكور معمول كده، وهنا في رطوبة مش عارف، ممكن بقى تكون المايه اللي بتنزل في المنور محتاجة ماسورة تتظبط أو حاجة، بس يعني مش منشعة، هي ناشفة صح؟ ناشفة كده ماشي. وهنا نفس الكلام أهي، رطوبة برضك أهي، برضك أهي الأمور تبقى واضحة معاك. وأدي السقف أهو بتاع الطرق، كل حاجة في الطرقة. نيجي ندخل على الأوضة ديت أهي، أوضة ما شاء الله حلوة يعني. دي اللي هنا أنا فاتحها، هنا في زرار كهرباء اهي. الاوضه ديت انا فاتحها، لو تاخد بالك فوق انا فاتح الاوضه دي،
يعني الاوضه دي انا شايل الكتف ده خالص لغيه وقافل دي قافلها مخلي فوق ايه الارضيه دي والاوضه دي يعني كلها حته واحده ريسبشن كبير كده هو ايه تخلي هنا مثلا انتريه وهنا ركنه كده او حاجه كل ده مفتوح على بعض ماشي احنا في الاوضه نبص على البلكونه هذه البلكونه اهيت يعني طبعا باب عايز يتغير بصراحه بتاع البلكونه ده شكله مخلع خالص وادي الفيشه بتاعته وادي بقى البلكونه ادي المنظر خش البلكونه كده يعني السور جاي ايه لغايه الحزام كده مثلا وادي الوضع اهو الشارع ده هو نيجي نخش على الاوضه الثانيه برضك هي بتبص على نفس القصه هي نفس الشارع اهي وفي جامع تحت هنا في جامع لو خدت بالك في الفيديو هتلاقي هنا في جامع بننزل نصلي فينا اهو وادي ده الشباك اهو ادي الجامع وادي هنا اقصد منك عماره ثانيه يعني اهو دي اللي هي زي اوضه الاطفال بقى دور الاطفال وادي الحمام ماشي ادي الشباك اللي هو بيبص على المنور اللي هو اللي في الصاله الكتف بتاع الصاله ماشي ادي الحمام اهو بالخشب ادي البانيو عايز اتغير شكله فيه كسر اهو ماشي يعني ودي هنا الحوض طبعا الحاجات دي بقى عايزه سباكه وعايزه تتصلح يعني هتلاقي الحاجات دي عايزه تتظبط تتسقي كويس طبعا الدش ده غالبا مش شغال او حاجه وادي هنا الوصلات مش عارف قصتها ايه هذا الحمام يعني قاعد فيها ممكن يكون محتاجه شويه فينش الحنفيه دي تتظبط هنا يعني مفيش حنفيه مش عارف ايه هذا الارضيه بتاعت الحمام بس كده اشوف بقى ايه لو في اي حاجه عايز تعرفها ان شاء الله اجيب لك التفاصيل يعني المهم اللي هذه الشقه كده بص ما شاء الله الوضع كده اهو تمام هذه الاوضه وهذا المطبخ شوف انت بقى تعمل ايه ان شاء الله كده والامور تبقى زي الفل يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة حلوة يا رجالة